السلام عليكم. بعد هجوم على قاعدة العند هذه للحوثيين ستدفعون الثمن غاليا. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تعهد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بأن جماعة أنصار الله الحوثية ستدفع الثمن غاليا وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين. وأضاف هادي أن معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمام والمشروع الفارسي في اليمن مستمرة وستكلل بالنصر عما قريب. وبعث برقية عزاء ومواساة إلى أسر الضباط والصفوف والجنود الذين قتلوا اليوم في العملية الإرهابية الجبانة التي نفذت أو نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على قاعدة العند حسب قوله. ووجه الرئيس اليمني ووزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرح العملية الإرهابية الغادرة، مبتهلا بأن الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وأشار إلى أن تضحيات الشعب اليمني لن تذهب سدى، وأن محاولات الحوثيين جر اليمن إلى الماضي البغيض ستفشل وستطوى للشعب صفحات ويقيم دولته الاتحادية. ودعا الجميع إلى التكاتل والتلاحم في مواجهة الحوثيين قائلا: من يتخيل أنه سيكون بمأوى من مشروع الموت الذي تقوده ميليشيات الحوثي بدعم إيراني فهو واهم، وعلينا جميعا في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيدا وأن نواجه سهامنا نحو هذا العدو. وكان مراسل إرتي في اليمن أفاد في وقت سابق من يوم الأحد بسقوط قتلى وجرحى نتيجة الهجوم الصاروخي وضربة وجهتها طائرات مسيرة تابعة للحوثيين وفق شهود عيان على قاعدة العند العسكري بمحافظة لحج جنوبي اليمن. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.